رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم اخبار النادي الاهلي برضو لكن من على مواقع الانترنت. يوسف يتحدث عن مواجهة الزمالك والمرحلة الأصعب في الدوري. بوابة أخبار اليوم برنامج بدني خاص للاعب الأهلي الدوليين. الشروق محاضرة فيديو للاعب الأهلي استعدادا للقمة 117. يلا كورة لسارتي يركز على الجانب النفسي قبل القمة وفحص طبي لهشام الشيخ. اليوم السابع مفاجأة، أحمد فتحي داخل حسابات الأهلي أمام الزمالك. في الجول الأهلي اللي في الجول السولية جاهز للقمة، وهذا موعد تحديد موقف هشام محمد. البوابة عبد الحفيظ يحذر لاعب الأهلي من خرق الحظر الإعلامي قبل القمة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي رؤوف عبد القادر ثقتنا كبيرة في رجال السلة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي السلعاوي يغيب لنهاية الموسم. نروح مع حضراتكم دلوقتي لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في مواقع الإنترنت، ونبتدي بالموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي قال إن مباراة القمة اللي هتقام مساء يوم السبت اللي جاي على ملعب برج العرب في اسكندرية، وطبعا المباراة دي مؤجلة من الأسبوع ال 17 في بطولة الدوري الممتاز، هي بطولة خاصة ما بين الفريقين الأهلي والزمالك، ولكنها لن تكون حاسمة للفريق اللي هيتوج بدرع الدوري العام، خصوصا إن البطولة لسه ممتدة وفي أكتر من المباراة أكيد هيخوضها الفريقين خلال الفترة اللي جاية. وأكد كمان يوسف أن الثلث الأخير من بطولة الدوري العام هو الأصعب، وبتشتد فيه الصراع على الهروب من الهبوط، وكمان بتقاتل فيه الفرق بكل قوة عشان تحصل على نقطة على أمل أن ينقذها من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية. ونفس الأمر برضو بالنسبة للفرق اللي عندها رغبة أنها تدخل المربع الذهبي بحثا عن المشاركة في بطولة أفريقيا، وده اللي بيزود من صعوبة مهمة الفرق اللي عندها رغبة أنها تفوز باللقب. وأكد كمان أن مباراة القمة بتكون بطولة خاصة ما بين الفريقين، ولكنها لن تحسم فوز فريق بالبطولة. وشدد كمان المدرب العام في النادي الأهلي أن الفريق بيسعى دايما أن هو يسعد جماهيره من خلال الفوز في كل المباريات والتتويج بالبطولات، وأن هو بيأمل في مواصلة عروض ونتائج الفريق القوية في البطولة المحلية، وكمان تحقيق النتيجة اللي بيتطلع ليها الجهاز الفني في مباراة نادي الزمالك يوم السبت اللي جاي. وقال كمان محمد يوسف أن الجهاز تابع اللعيبة الدوليين خلال مشاركتهم الدولية سواء في المباريات الرسمية أو الودية، وأن الأمور بتسير بشكل جيد جدا في استعدادات الفريق. واختتم كمان محمد يوسف كلامه وأكد أنه بيتمنى أن تمر الأمور بسلام خلال المرحلة الحالية، وعدم تعرض أي لاعب لإصابة، خصوصا أن جميع المباريات اللي بيخوضها الفريق في المرحلة اللي جاية سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي مهمة جدا. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن بيجهز أليخاندرو مخطط الأحمال في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي برنامج بدني للعيبة الدوليين عشان ينفذوه بعد رجوعهم للمشاركة في تمرين الفريق وانتهاء طبعا ارتباطاتهم الدولية مع المنتخبات الوطنية. بيسعى الجهاز الفني في النادي الأهلي أنه يخفف الحمل البدني للعيبة الدوليين عشان يتخلصوا من حالة الإرهاق، وده بسبب مشاركتهم في لقاءين خلال 3 أيام وتجهيزهم للمشاركة في التمرين الجماعي. غاب كمان عن تمرين النادي الأهلي خلال الفترة الماضية عمرو السولية صلاح محسن ومحمد هاني، ده بسبب انضمامهم للمنتخب الاول، كمان انضم للمنتخب الاولمبي رمضان صبحي وكريم ندمد وناصر ماهر ومصطفى شوبير، وتواجد كمان علي معلول مع منتخب تونس، ورجع كمان جيرالدو من انجولا وانتظم خلاص في التمرين امبارح. موقع الش...
الشروق كمان قال ان بيعقد الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في الاهلي محاضره جديده بالفيديو مع اللعيبه قبل انطلاق تمرين الفريق عشان يشوفوا ملخص لمباريات نادي الزمالك قبل المباراه اللي هتجمع الفريقين مساء يوم السبت اللي جاي على استاد برج العرب في اسكندريه. المباراه دي طبعا مؤجله من الاسبوع 17 في بطوله الدوري المصري الممتاز. الجهاز الفني هيشرح بعض النقط الفنيه خلال محاضرات الفيديو ويركز على بعض الامور الخاصه بطريقه اللعب، وكتب طبعا الجهاز الفني من محاضراته النظريه والفنيه مع اللعيبه عشان يجهزهم للمباراه. وكان الجهاز الفني بقياده الاوروجواني مارتين لاسارتي ركز على الجانب الخططي خلال تمرين الفريق اللي اقيم مساء يوم الاثنين او مساء يوم الثلاث اللي هو امبارح على استاد مختار التتش، ده طبعا في اطار استعدادات الفريق لمباراه نادي الزمالك القادمه. كمان موقع يلا كورة قال ان الفريق الاول لنادي الاهلي بيخوض تمرين عصر اليوم الاربعاء استعدادا لمواجهه نادي الزمالك مباراه القمه والمقرر ليها يوم السبت اللي جاي في الدوري المصري على ان يخضع ثنائي هشام محمد واحمد الشيخ للفحص الطبي قبل انطلاق التمرين. كمان شهدت تدريبات الفريق الاخيره حماس كبير جدا ما بين اللعيبه. كمان بيسعى الاوروجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق ان هو يجهز اللعيبه من الناحيه الفنيه، وده من خلال التدريبات وتنفيذ الجانب الخططي الى جانب التركيز على العامل النفسي، وده من خلال المحاضرات النظريه في ملعب مختار التتش. ومن المقرر انه هيعقد لاسارتي محاضره جديده بالفيديو مع اللعيبه قبل انطلاق تمرين الفريق عشان يشوفوا ملخص لمباريات نادي الزمالك ويشرح لهم بعض النقط الفنية خلال محاضرة الفيديو ويركز على بعض الأمور الخاصة بطريقة اللعب في المباراة القادمة للنادي الأهلي إن شاء الله يوم السبت القادم. كمان اليوم السابع قالت ان بيجهز الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الاوروجواني مارتين لاسارتي احمد فتحي لاعب الفريق عشان يشارك في الوسط بجوار حسام عاشور في مواجهه نادي الزمالك برغم مشاركته في جميع التدريبات السابقه في مركزه الاصلي وهو الظهير الايمن. شايف لاسارتي ان احمد فتحي هو الخيار الامثل ان هو يلعب في الوسط في حالة غياب عمرو السولية نظرا لامتلاكه خبرة كبيرة جدا وتمرسه في اللعب في المركز ده في أوقات سابقة. بيخضع دلوقتي عمرو السولية لفحص طبي في النادي الأهلي بمجرد ما وصل للقاهرة عشان يطمنوا على إصابته اللي اتعرض ليها مع المنتخب الأول، وهي عبارة عن رشح في الركبة ويحدد موقفه من المشاركة من مباراة نادي الزمالك المقرر ليها إن شاء الله السبت اللي جاي على استاد برج العرب في اسكندرية، المباراة المؤجلة من الجولة 17 من الدوري الممتاز. كمان موقع في الجول قال ان كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي عن جاهزيه عمرو السوليه لاعب خط وسط الفريق للمشاركه في لقاء القمه اللي جاي قصاد نادي الزمالك. اتكلم عبد الحفيظ وقال ان هو تواصل مع عمرو السوليه وتابع التقارير الطبيه اللي جت من منتخب مصر، وقال كمان ان احنا نحن مطمئنون على حاله السوليه وعلى جاهزيته لخوض المباراه فهو يستطيع المشاركه. كمان هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر قال في وقت سابق ان السوليه يقدر ان هو يرجع للتدريب بدايه من يوم الخميس اللي جاي ويكون لائق للمشاركه في القمه. تعرض السوليه للاصابه برشح في الركبه وده كان خلال لقاء مصر والنيجر، وده اللي بعده طبعا عن المشاركه في مواجهه نيجيريا الوديه. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي او موقع البوابه قال ان وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكره في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي تحذير شديد اللهجه للعيبه من خرق الحظر الاعلامي المفروض عليهم في الفتره اللي فاتت، وده لضمان عدم خروجهم عن حاله التركيز المهمه جدا قبل مباراه القمه المقرر ليها ان شاء الله يوم السبت اللي جاي المباراه المؤجله من الجوله 17. اكد عبد الحفيظ ان اي لاعب هيخالف التعليمات دي هيطبق عليه اللائحه وهيتم تغريمه ماليا في ظل اهميه المباراه. كمان طلب عبد الحفيظ من اللعيبه ان هم ما يتعاملوش مع مواقع التواصل الاجتماعي لعدم التعرض للضغط الجماهيري المتزايد واللي من شأنه طبعا ان هو يأثر سلبا على استعدادات الفريق الاحمر للكلاسيكو المرتقب، خصوصا طبعا وان نبره التعصب متزايده من كلا المعسكرين مع اشتعال المنافسه على قمه الترتيب ما بين الزمالك المتصدر طبعا برصيد 53 نقطه والنادي الاهلي الثاني برصيد 51 نقطه.
كمان الموقع الرسمي للأهلي قال أن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط في النادي الأهلي حرص على حضور جانب من تدريبات الفريق الأول لكرة السلة استعدادا لمواجهة سموحة يوم الخميس في مرحلة الفلاي أوف في دوري السوبر للمحترفين عشان يساند الجهاز الفني واللعيبة قبل المباراة المهمة. عقد عبد القادر جلسة مع اللعيبة أكد خلالها أن الفريق بيملك المقاومات اللازمة عشان يظهر بشكل قوي ويحقق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة يوم الأحد اللي جاي. وأكد كمان مدير عام النشاط الرياضي على الثقة الكبيرة في الجهاز الفني وفي اللعيبة ودعمهم عشان يحققوا الفوز ومواصلة المشوار نحو لقب البطولة، وقال كمان أن الجميع بيساند الفريق من أجل تحقيق اللقب. لسه مكملين مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، والموقع الرسمي قال أن أحمد السلعاوي لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال في النادي الأهلي اتأكد غيابه عن المباريات لنهاية الموسم بعد جراحة الركبة واللي خضع ليها خلال الساعات اللي فاتت. وأكدت التقارير الطبية الخاصة بسلعاوي أنه هو محتاج لأسابيع من التأهيل ومن العلاج الطبيعي بعد إجراء جراحة في الغضروف الخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي. وحرص الجهاز الفني ولاعيبة الفريق أنهم يطمنوا على اللاعب بعد إجراء الجراحة ويساندوه عشان يقدر يتخطى المرحلة الصعبة اللي بيمر بيها بعد الإصابة. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.